سفير المانيا الاتحاديه بالقاهره على هذه الكلمه. والكلمه الختاميه قبل اجراء مراسم القرعه هي كما اشار سعاده السفير، حقيقه هذه البطوله تحظى برعايه كبيره ومتميزه من شركات عملاقه كمرسيدس اللي بيشرفنا سي او ليها النهارده، وايضا البنك التجاري الدولي اكبر البنوك الاستثماريه المصريه. وادعو السيده رانيا عبد العزيز رئيس قطاع العلاقات الاستراتيجيه بالبنك التجاري الدولي سي اي بي لالقاء هذه الكلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. Your Excellency Mr. Loy, the Ambassador of the Federal Republic. صاحب السعادة سفير ألمانيا الجمهورية الألمانية الاتحادية بالقاهرة السيد خالد مرتجي، صاحب السعادة السيد عمرو، السيدات والسادة السفراء الموقرون للعام الثالث على التوالي، يسعد ويشرف البنك التجاري الدولي سي اي بي أن يكون جزءا من هذه البطولة الدبلوماسية الرائعة. إنه بحماس كبير ننتظر هذه البطولة، ونحن سعداء أن نشهد هذه الفكرة الرائعة تتحول إلى نجاح كبير. لقد بدأت هذه الفكرة في التحقق منذ 3 سنوات، وهذه الدورة يشارك فيها 21 فريق لتعزيز رسالتنا وهي السلام والأمن على أرض مصر. إن هذه الدورة ليست فقط حدثا رياضيا، ولكنها فرصة لنا جميعا لنتحد استخداما للوسيلة القوية وهي كرة القدم، التي تجمع الثقافات المختلفة والمتنوعة وتقوي جسور التعاون بين البلدان. بينما نتجمع اليوم في هذا الحدث، فإن دور الشركات في مصر لا ينحصر فقط على دفع الاقتصاد، ولكن أيضا أن يدفع النمو المجتمعي في البلاد. هذه هي استراتيجيتنا في السي اي بي لأكثر من 15 عاما، فنحن البنك الخاص الرائد في مصر، ونحن ملتزمون بخدمة مجتمعنا وتنفيذ الكثير من المشروعات بهدف، وهو أن نخلق أو نحدث تغييرا في حياة الناس. إن هذه البطولة هي واحدة من أمثلة التعاون مع مختلف الجهات من مختلف القطاعات لخلق أثر كبير على حياة الناس، وخاصة على حياة بلادنا. نيابة عن أسرة السي اي بي، أود أن أعرب عن تقديري للسيد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة ونادي الأهلي، لأنه قام بالحفاظ على هذا التقليد، وأيضا ساعدنا على المساهمة في هذه البطولة. أود أيضا أن أتوجه بالشكر لكافة الفرق التي قامت بالمشاركة. والآن سوف ألخص ما قلته باللغة العربية وهي لغة بلادي. Ambassador of the Federal Republic of Germany to Cairo. السفراء المحترمون، السيدات والسادة، يسر إدارة البنك التجاري الدولي سي اي بي أن يكون جزءا من هذه البطولة الناجحة، البطولة الدبلوماسية لكرة القدم، والتي يزداد عدد مشاركيها عاما بعد عام. فنحن ننتظر بشغف وحماس هذا الحدث، ويملأنا زهوا كبيرا أن نشهد هذه الفكرة الرائعة وهي تتحول إلى واقع ملموس وناجح، حيث أن هذه البطولة قد بدأت منذ 3 أعوام بمشاركة 13 فريق فقط، لتصبح حدثا سنويا يشترك فيه اليوم 21 فريق لتعزيز رسالة سلام وأمان من مصر إلى العالم. إن هذا الحدث ليس مجرد تنافس رياضي في كرة القدم، بل هو فرصة لنا جميعا لتجميع الثقافات المختلفة وتقوية جسور التواصل بين الدول، مستغلين سحر وشعبية كرة القدم. إن دور الكيانات الاقتصادية اليوم في مصر لم يعد قاصرا على التنمية في المجال الاقتصادي فقط،
بل امتد ليشمل الجانب الإنساني والتنمية المجتمعية. وفي هذا الصدد عمل البنك التجاري الدولي منذ 15 عاماً على إطلاق وتنفيذ العديد من المشاريع بهدف خلق تغيير حقيقي وإيجابي ومستدام في حياة الإنسان، وذلك لكونه أكبر بنك قطاع خاص في مصر. وأخيراً يتوجه البنك التجاري الدولي بخالص الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على استضافته المميزة لهذا الحدث الرياضي، وسيادة السفير جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد لوي على دعمهما المستمر لإنجاح هذه البطولة. هذا مع تمنياتنا الطيبة لجميع الفرق المشاركة. And may the best team win, إن شاء الله. Thank you.